عليكم. السلام. صوتي. إيه. مرحبا، كي كان الأجواء كي كانت؟ تمت العملية يعني في ظروف تبارك الله يعني شفافة، يعني درك شي بالوضوح، كتاخذ الورقة على خاطرك، كيتم التصويت يعني بكل ارتياحية، وهذا يعني واجب خاصنا نقوموا به كمستشارين على التصويت على الأعضاء ديال المستشارين ديالنا اللي غيمثلوا الأمة ديالنا، وهذا دا يعني غيزيد يعني ديال الديمقراطية باش يكون يعني كل شيء بالوضوح وكل شيء بالشفافية إن شاء الله. وكما دخلنا يعني في مجلس عملية المحمدية الحمد لله داك الشيء تم بعملية يعني شفافة وواضحة الحمد لله. وهذا اللي تم اختياره من طرفك أنت شخصيا اللي صوتت عليه، شنو كتضمن فيه؟ شنو كتضمن فيه؟ المضمون هو يكون يعني ينوب على هاد الجهة وعلى هاد الإقليم وعلى الجهة بصفة عامة، هو يعني كل ما كتس يعني خاص المطالب بهذه المنطقة يعني من قوانين ولا من أي حاجة اللي كتهم هذا الإقليم ولا هاد الجهة هذه، يعني خصو يكون في حسن ظن ديال هاد الساكنة اللي غيصوتوا عليه ولا أنا اللي صوت عليه أنا شخصيا، يعني خصو يكون يمثلنا أحسن تمثيل في يعني في مجلس المستشارين ويدافع على الهموم في المنطقة وعلى يعني كاع كل ما هو قانوني لهاد الجهة هذه بإذن الله، اللي تكون جهة في المستوى وستو جهة الضرب دستات اللي معروفة بالشفافية ديالها ومعروفة تبارك الله يعني بالنسمة ديالها، يعني راه يعني مازال كنتمنوا نتمنوا فيها الخير كثير إن شاء الله، لأن باقي فيها ما يتخدم إن شاء الله وباقي شدة القوانين اللي خصو يتقاد فيها بإذن الله. شكرا لك. ونهضوا بهذه المدينة، لأن هذه المدينة محتاجة بزاف د الحوايج، محتاجة لولادها وبناتها باش ينهضوا بهذه المشاريع المتعطلة، هاد شغنقول لك بزاف لجوية الطويلة، الإقليم ما غنساليش، لسات الجامعات ما غنساليش، دونك إن شاء الله يا ربي الله يوفقنا، يعني بالتوفيق للجميع نكونوا يدينا في يديكم تنتوما تعاونونا بالمواكبة إن شاء الله، لأنك نتوما اللي كتعطيونا القوة وكتحفزونا وكتهضروا وكتجيبوا السلبيات والإيجابيات وكنخليونا نزيدوا قدام، وشكرا لكم مرة أخرى وإن شاء الله الله يوفقنا لما فيه الخير يا ربي. بالنسبة للحكم اللي صدر البارح حق رئيس المجلس القروي، بطبيعة الحال هذا شيء عادي، حنا قدمنا طعن والمحكمة قالت الرأي ديالها، والسيد راه باقي عنده حكم استئناف وباقي عنده المسطرة، ماشي حكم نهائي، فهمتي، ولكن الحكم اللي هو كنقولوا حنا الأول راه كان حكم اللي تقبل الطعن ديال الشعب الطيب الجيراني. علاش استند هذا الحكم هذا؟ الاستقالة اللي درتو علاش درتو؟ لا الاستقالة، أنا ما قدمتش الاستقالة من حزب التجمع الوطني الأحرار، هذا هو اللي أصلاً. وشنو هي الرؤية ديالكم المستقبلية إن شاء الله للجماعة ديال اللي غادي نكرروها؟ والرؤية ديال المستقبلية ديال واش غادي تكرروا في الدورات قادم الدورات؟ الرؤية المستقبلية للجماعة تاع الحرودة بطبيعة الحال حنا في أي موقع غنخدموا، سواء كنا في المعارضة غنخدموا مصلحة الجماعة، ساب لينا غنرجعوا للتسيير حنا غنخدموا الجماعة. باش كتوعدوا السكان ديال عين حردة؟ الوعد اللي غنوعدوا السكان عين حردة، كتعرف بأن عين حردة فيها مشروع مدينة الناس الجديدة، أي مجلس غادي فيه غادي يسير المجلس، حنا غنعملوا على تسريع وتيرة ديال المشاريع اللي هي مبرمجة واللي هي أوراق كبرى في مدينة الناس الجديدة، لأن أي مجلس سواء ديال 2021 2027 ولا حتى اللي من 2027 2030، لأن هذا مشروع ديال مدينة الناس الجديدة اللي بدا في 2010 ما كيتوقعوا انه غادي يسال في 2030، انا مبرمج كاين البلان كاين الميزانيه كاين كلشي، راه كاين حنا الى كتاب لنا رجعوا للتسيير غنعملوا على تسريع وتيره هذا المشروع في اطار التنزيل ديالو على ارض الواقع. شكرا. شكرا.
لا غادي نكفوك تخرج غادي معانا روح يسير امانك عزيز درت فيها يلا يلا سير يلا. ركب هذا ركب معاه ركب ركب ويش